يوم حزين تعيشه تركيا على أثر حوادث سير في جنوب شرق البلاد، إذ قتل نحو 36 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 50 بحادثين مروريين منفصلين. الحادثة الأولى كانت بين سيارة أسعاف ومركبة على طريق سريع يربط مدينة غازي عنتاب بمدينة نيزيب، حيث توجهت سيارة إسعاف أخرى وسيارة إطفاء وفريق صحفي لتغطية الحادث الأول وإنقاذ الضحايا، ولكن في هذه الأثناء خرجت حافلة مسرعة عن طريقها واصطدمت بالمتواجدين في الحادث الأول، إذ اصطدمت بهم جميعا وتسببت بمقتل 16 شخصا وإصابة 21 آخرين. ولكن لم تنتهي الحوادث المرورية هنا، ففي بضع ساعات فقط وقعت حادثة أخرى في مدينة ديرك في محافظة ماردين، إذ قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب نحو 30 في حادث دهس بشاحنة بعد تعطل مكابحها، فيما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام تركية سائقا فقد السيطرة على شاحنته، اصطدم بأقصى سرعة له بسيارات عدة ودهس المشاة الذين كانوا يحاولون الفرار في مشهد مروع يحبس الأنفاس. وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منشور تعزية على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيه: بعد غازي عنتاب تلقينا للأسف أنباء عن وقوع حادث في منطقة ديرك بماردين، وتابع: أتمنى الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين مرة أخرى، تعازينا. في المقابل كانت هناك تعليقات وردود أفعال، نبدأها مع تعليق لإبراهيم هاموري الذي علق على حوادث السير المتتابعة التي حصلت في تركيا، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، زيلهم أهلم وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشافي ويعافي المصابين. أيضا هناك تعليق من سعد سلوم العبيدي: البقاء لله، رب يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واغفر لهم يا رب العالمين. تعليق من صالح يقول في تعليقه: صالح، 3 حوادث مفجعة وقعت اليوم في تركيا صباحا، حادث تصادم حافلة بمركبات متوقفة نتج عنه مقتل 16 وإصابة 21 آخرين، بعدها انقلاب حافلة سياحية بمدينة ريزا نتج عنه إصابة 23 شخص، وقبل قليل بمدينة ماردين مقتل 8 وإصابة العشرات في إحصائية أولية. تعليق من حمزة تكين يقول: وزير الداخلية التركي سليمان سويلو
يمضي ليلته مع أهالي الضحايا والجرحى في ولاية ماردين التركية جنوب شرق تركيا، ويترأس لجنة التحقيق بحادث السير المروع بنفسه. كل الشكر لصولو ولاية ماردين التركية. هناك أيضا تعليق آخر من زبير، يقول زبير في تعليقه: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه، كارثة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.